صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. الحرية حق أساسي لكل إنسان، وهي متأصلة فيه منذ ولادته تماما كالكرامة. فالإنسان يولد حرا ومكرما بحكم طبيعته البشرية وبحسب كافة الشرائع الدينية والطبيعية. ما أجمل هالحكي وهالكلمات وأروع معناتهم لما نقريهم بكتاب اليوم فريد من نوعه والأول من نوعه، السجون في لبنان، تشريع وحقوق وتوصيات. واليوم كمان فينا نقول هل كل اللي بالسجون يعني بيستاهلوا انه يكونوا بالسجون، وهل كل اللي عم بيتمتعوا بحريتهم اليوم بالمجتمع اللبناني هن مش مفروض كمان منهم يكونوا بالسجون؟ هالاسئله واجوبه رح نلاقيها اليوم مع المحامي الاستاذ ربيع قيس. اهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافه. اهلا فيك. كتابك فينا نقول انه الاول من نوعه، السجون في لبنان، تشريع وحقوق وتوصيات باللغتين العربيه والانجليزيه، Prisons in Lebanon, Legislation, Rights and Recommendations، وهو صادر عن Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace او المؤسسه اللبنانيه للسلم الاهلي الدائم، وتحيه لهم ايضا. يعني ليه اليوم قبل ما اعرف المشاهدين على حضرتك، يعني بس تعليقا على اللي بتقوليه، بالفعل يعني في كثير يعني مسجونين انهوا مده العقوبه تبعهم. نعم. وبالفعل بعد لهلا بعضهم رغم انهائهم مده العقوبه تبعهم بعضهم موجودين يعني. ومثل ما قلت في كثير ناس مجرمين برات الحبس، يمكن عم بيتمتعوا بحريه، بيستاهلوا يكونوا بالحبس. وهون كمان يعني خليني لو يعني مش دعاية بس أنه الوزير مروان شربي الوزير الداخلية عمل مجهود بموضوع يعني أطلق بمساهمات بعض الخيرين، دفع غرامات معينة لإطلاق سراح عدد من المسجونين بالفترة. تحية كبيرة لهالمجهود الحلو. بالتالي أنه وفي كتار يعني موجودين بالحبوس اللبنانية أنهم مدة عقوبتهم وبعد ما طلعوا برات الحبس، وهذا ما بنشوفه يمكن إلا بلبنان. وهيدا هون كمان بجرنا هذا الموضوع، بعتقد لموضوع كتبت عنه أنا بالكتاب. نعم. موضوع مكننة سجلات المساجين. نعم، انه مش موجودين على كمبيوتر، يعني على حتى مضيعينهم وما بيعرفوا شيء. ما بنعرف اي واحد امتين بيفوتوا امتين بيخلص، لانه مثلا اذا طلع الحكم بسنتين او ثلاث سنين او 10 سنين، فلازم بالتالي نحسب امتين فات وامتين طلع. أكيد. وخاصه هلا السنه السجنيه اصبحت هي 9 أشهر. 9 أشهر. نعم. مش ما بقى 12 شهر. صح. فبالتالي في لها حسابات معينه. نعم. كرمال يعني لانه اخر النهار نهار واحد بالحريه هو يمكن كثير اكيد قيم يعني لشخص. هن بينطروا مناطره هالنهار بدهم يطلعوا فيه، اذا مضيعين ملفاتهم ومضيعين، ما في، لانه ما في نظام مثل ما قلت حضرتك بالكتاب، ما في سيستم يعني على بالمعلوماتيه، يعني ما بيقدروا يفوتوا على الكمبيوتر يشوفوا كله بالوراق وبالسجلات وهي طارت وهيدي مضيعينها. يعني حرام، هن يمكن بيكون لهم مجرد ورقه بس للسجين هي حياته. ايضا بحب اعرف المشاهدين على حضرتك استاذ ربيع قيس، من مواليد حصبية سنة 1981، محامي بالاستئناف واستاذ جامعي محاضر بالقانون، منسق البرامج بالمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، عم تحضر دكتوراه بجامعة باري 13 سوربون بباريس، باحث ومستشار لدى مؤسسات محلية وإقليمية، نظم وشارك بمؤتمرات ورش عمل محلية إقليمية ودولية، صاحب عدد من المؤلفات الشخصية والجماعية وهن كتار ما رح عدهم لأنه نقعد كتير، ولكن كمان فينا نقول أنه مهمين مثل مرصد التعددية الدينية بلبنان والمجتمعات العربية، منا دعم المجتمع الأهلي للعمل البلدي في لبنان، تضامن ومشاركة ومواطنة في المجال المحلي، الشأن العام بالحياة اليومية المحلية بلبنان، مبادرة ومشاركة ومواطنة دائما للعمل البلدي. بتشتغل كثير كمان بهذا يعني انه يعني نوع من، اذا بدنا نفكر نحن لامركزيا. نعم. اذا بدنا لامركزيه لازم نكون مثقفين لامركزيا. ما في شك. ليش الضغط كله بده يكون ببيروت بوقت عندنا لبنان بلد
كتير حلو وكل العالم تحسدنا على لبنان، بس نحن لازم نهتم شوي بمناطقنا وبديارنا يعني بالمناطق المحلية تبعنا. يعني بتحس في مبادرات شخصية من رؤساء بلديات، وفي مرات لا ما عم بيعملوا اللازم ينعمل. طبعا في رؤساء بلديات نشيطين وعندهم مبادرات كتير مهمة وعاملين يعني فارق معين يعني بمنطقتهم، وفي رؤساء بلديات على أمل أن يكونوا أكثر فعالين. أنا رح أطلب أكيد من جوزيف يحضرنا الفيديو اللي رح لكن غادي رح بلش فيه. أنا هيدا بحب أقول أنه أجمل حبس نعمل وكله تكنولوجي، وبدي أقول أنه من وراء هيك حبس موجود بالنروج هالدن بريزن، المسجونين كلهم ساهموا ظهروا من مشاكلهم من النفسية من الجرمية، وقدروا يخلصوا مدتهم بالسجن أسرع لأنه عملوهم كناس بكل كرامتهم وبكل حاجاتهم الإنسانية. منحضر سوا هالريبورتاج ومنرجع منعلق عليه خاصة مقارنة للسجون اللي عنا إياها بلبنان. أوكي يلا. يعني عم نحضر بنفكر حالنا يمكن بأوتيل مش بحبس، ولاحظت يعني كله مرتب، وحتى اللي لفت لي نظري اللايبراري الكتب تيتسقفوا يعني قدامهم، وان من في قانون بلبنان ما بيقبلوا انه يفوتوا صحيفه او جريده على قلب يعني مش بكتاب جريده ما بيخلون يقروا. طب ليه مش معقول؟ هون بنرجع لشيء اسمه وظيفه السجن. نعم. هل السجن هو مكان للاعداد المسجونين وبالتالي إعادة تأهيلهم ليكونوا مواطنين مندمجين بالمجتمع فعالين مشاركين بتطوير المجتمع؟ أو هو السجن مكان للقصاص وللعقاب وبالتالي لمجرم صغير يتخرج مجرم محترف؟ بالتالي نحن السجون عندنا بلبنان للأسف كمان واحد بيكون رايح مثلا بجرم بسيط صغير عمل حادث أو عمل شغلة بسيطة لنتيجة اندماجه مع مجرمين مخضرمين، بالتالي بيطلع مجرم كبير. بصير في اختصاص يعني اليوم للأسف. يعني هون بهذا الإطار يعني حسب القانون اللبناني وحسب المعايير الدولية إذا ما نبلش بهذا الإطار لازم يصير في فصل. والفصل لازم يكون كلي بين جذري بين كل واحد شو عامل جرم يعني مية شو جرم 100%. وبالإضافة لهذا الموضوع بين الأحداث وبين الراشدين يعني من المحكومين في فصل نوعا ما، بس ولكن بيلتقوا بأماكن معينة. تعليقا على موضوع المكاتب مكتبة والكتب، طبعا السجين لازم يعني بالسجن بالتالي لازم يتوفر أدوات معينة أو سقافة معينة للسجين، بالتالي لما يكون يعني منعزل عن المجتمع الشعب السير للأسف وينمي الإنسانية عنده، لأنه القراءة بتنمي عندك أول شيء انفتاح، بعدين الإنسانية يعني بيصير مش كل وقت فوكس على يمكن الجرم اللي هو عم بيعمله أو الأوبسيشن اللي عنده إياه حسب شو جرمه وشو إذا بيسرق إذا بيقتل إذا اللي هن يعني القراءة بتفتح. نحن عندنا بلبنان 19 سجن يعني في 16 سجن للرجال وثلاث سجون للنساء، أو في 2 للقاصرين إصلاحيتين أو مكان للإصلاح، وفي سجن بوزارة الدفاع وسجن أو نعم أنت بأول فصل تحت يعني أمرة الأمر للأمن العام. نعم يعني. هلأ أنت مقاسم الكتاب ل 15 فصل، وأول فصل بتحكي عن إدارة السجون وبتقول أنه في سجون بإدارة وزارة الداخلية، سجون بإدارة وزارة العدل، وسجون بإدارة وزارة الدفاع.
شو كيف ليه كيف مقسمينهم؟ لا هو بوزارة الدفاع في سجن بوزارة الدفاع للجرائم الخطيرة اللي لها علاقة بالأمن القومي أو الأمن الوطني، وبالتالي هذول كاتيجوري كتير خاصة لبعض المتهمين بشؤون يعني سياسية أو أمنية خطرة يعني، بالتالي هذا الإطار يعني بهذا السجن. أما الباقيين هن لمختلف الجرائم يعني للجرائم الأقل الصغيرة والكبيرة والمختلف الجرائم لها علاقة، هي اليوم خاضعة لإدارة وزارة الداخلية. ولكن بإطار الخطة الإصلاحية للسجون كان مفترض أنه تنتقل صلاحية الإشراف على السجون من وزارة الداخلية لوزارة العدل. لوزارة العدل. وصدر مرسوم بهذا القانون، ولكن الخطة التطبيقية أو المراسيم صدر قانون، لكن المراسيم التطبيقية يعني لنقل الصلاحيات بعد ما اتطبقت رح حديت هلا يعني. بالفصل الثاني بتحكي عن هالسجلات اللي حكينا عنها انه كيف منا على الكمبيوتر، يعني كمان هيدا من اقل الامور اليوم انه يكون كل في ارشيف، كل واحد كل محبوس يكون عنده رقم وملف، واذا واحد بده يرجع يشوف شو عمل، اذا حتى انه عم بتقول انه في شيء اسمه اذا واحد سلوكه كان منيح بيخلص قبل بوقته، يعني حتى هون ما عندهم مرجع اذا هذا سلوكه منيح او هذا سلوكه مش منيح تيافوا اذا هذا لازم يطلع قبل وهذا لازم يبقى اكثر. هذا طبعا قانون تقصير العقوبات اللي هو كمان ما بيتطبق بشكل فعال. لانه هو سلسله مترابطه يعني ببعضها، تفعيل قانون تطبيق تقصير العقوبات بلبنان تبعا لسلوكه للسجين او للمحكوم، او يعني بيتضمن اذا كان مزبوط اذا كان سلوكه جيد مزبوط بيقصروا له مده العقوبه، بلس اذا كان هو منه مرتكب يعني منه جريمه اخرى يعني بعده اول مره بيفوت على على السجن على حبس، انا اول مره بيكتكب شيء، بالتالي انه هذا باطار في قانون صادر يعني قانون تقصير العقوبات اللي هو بعده ما تطبق. وبتحكي كمان عن تصنيف المساجين، جنس انه نساء رجال السن، فيها بالواقع فيها الشيء. هو طبعا السجون النساء هي في عندنا ثلاث سجون نساء. نعم بس حتى السن في عم بحطوا صغير مع كبير. بالنسبه للسن بسجن رومي في فصل للأحداث عن البالغين، ولكن لازم يكون الفصل تام وجذري، لأنه ببعض المحلات بيلتقوا خاصة بأماكن تنزه، ومرات بوقت الغداء بيلتقوا مع بعض في أجريسيون بس في شوية بس حسب المعايير الدولية. بالإضافة لهذا الموضوع حتى لازم يصير في فصل بين فئات الجرمية. يعني اللي عنده الجرم مثل ما قلت قبل يعني اللي سارق شيء مش مثل القاتل ثلاثة أربعة. مزبوط يعني بتفرق بين المخالفة والجنحة والجناية. كنت عم تحكي عن سجن رومي، انت حضرتك متخصص بهالموضوع، ليه عم بيصير فيه هالمشاكل وهالمشاغبات بنظرك؟ موضوع يعني هذا موضوع دقيق ومني مخول احكي فيه، ولكن لازم لانه كمان ما عم بيكون في كل هاد بفصل من الفصول حكي عن موضوع المراقبه والتفتيش. لازم تفعيل ادوات المراقبه والتفتيش بضمن السجون بسجن رومي وبكافة السجون. عن كل حال رح نكمل هالموضوع اللي كتير حساس بس من بعد هالوقفه. مشاهدينا الكرام، منتابع فقرة كتاب مع الأستاذ ربيع قيس والسجون في لبنان. كنت عم بالفصل الرابع والأهم بتحكي عن الظروف المادية والحاجات الأساسية للسجين، وبتحس بتقول إنه شو لازم وشو الواقع، يعني بنحسهم كأن الواقع ما خصه باللازم. هو أنا بس خليني أقول شغلة، أنا الكتاب تبع أو الدراسة تبع هي عبارة عن دراسة مقارنة بين القانون اللبناني، والقانون اللبناني هو صادر سنة يعني 49 1949 وما تعدل شيء فيه، وبعد لحتى هلأ إذا تعدل بكون إشياء كتير بسيطة في يعني مؤخرا صادر قانون بتخفيض السنة السجنية لتسعة أشهر، بس ما تعدل كتير إشياء جوهرية بهذا الموضوع. أنا عم بعمل دراسة بين القانون اللبناني
والمعايير الدولية لمعاملة السجناء. نعم. بالإضافة للواقع على أرض الواقع كيف عم تتطبق الأمور بما يتعلق بالظروف المادية. نعم. اللي حضرتك هلا أشرت إلى بطبيعة الحال نحن عندنا سجون أصبحت كتير قديمة يعني. مزبوط. والقواد كتير صغار فيهم كتير عالم. وعندنا مشكلة أساسية بالسجون اللبنانية هي الاكتظاظ الكبير. يعني نحن يعني حسب الإحصاءات أنه فيش إحصاءات دقيقة. نعم. بس أنه يقال تقريبيا في حوالي 7000 سجين بلبنان بوقت أنه السجون اللبنانية هي بتسع يعني لحد 4000 3500 3600 بهذه الحدود يعني. بالتالي عندنا مشكله اكتظاظ كثير كبيره والغرف عم بيكون الزنزانه مفترض عمليا لو يعني نظريا لازم يكون بحسب المعايير الدوليه لشخص او لشخصين عم بيكون في مجموعه كبيره من المساجين قاعدين بغرفه واحده وبالاضافه لضيق الغرفه بالاضافه لقدم الغرفه يعني الغرف بيكون يمكن عم بتنشي يمكن الاضافه للحمامات يمكن يكون منا اللي سبق انا وبحلقه بكتاب اديسون سبيسيال خبرتنا يعني جوال جابيزي انه كيف كانوا كلهم يستعملوا زيت الحمام اللي هي بقلب الزنزانه وفي بس يعني ريدو يعني بتسكر هالبردايه وهذا شيء مؤذي لل يعني لكرامه الانسان كمان حرام بالاضافه للمجاري المي لهذا الموضوع يعني وكمان شغله كمان اساسيه موضوع يعني الشبابيك يعني لازم يكون الشبابيك باتساع معين ليسمح ليفوت النور على لانه اذا ما فات الشمس على الغرف بيعفن الانسان يعني يعني الانسان المجرم ما هو انسان اولا يعني صار في هيك اكيد كيف كل ظرف معين بيكون عند كل سجين يعني احنا مش مع انه يعمل يرتكب بس اذا ارتكب وقعد بحبس ما لازم الحبس يكون اولا يساعده تيرجع انسانيته السجون بلبنان لسوء الحظ تعملهم متوحشين زياده يعني من ناحيه البسيكولوجيك عم نحكي كمان والاجتماعيه اللي غير انسانيه ونحن بنتشكرك على هيك كتاب وان شاء الله يكون في قيمين كثير مثلك انه نساعد هالسجناء لانه كمان هن اولا ناس يعني مزبوط. وفي يكون مزبوط. خي او ابن او ابن عم او صديق او جار يعني مزبوط. كلنا بنغلط كمان بتحكي كمان عن العائله والاصدقاء والزيارات قد مهمه والتنزه بلبنان موجود كل هالاشياء يعني وسائل الاتصال مع مع العالم الخارجي هي كمان اساسيه بحياه شك. السجين يعني مش مزبوط. ممكن يكون في عندنا سجين منفصل كليا عن محيطه فبالتالي هذا الموضوع اساسي ليعيد الامل بحياته في شك. ينطر بناطر هالشيء الانسان يعني من هذا المنطلق اكيد في زيارات عم بتصير زيارات دوريه من قبل اهالي السجين للسجين لكن هون انا اللي مضوع عليه موضوع يعني قاعات الاستقبال قاعات الاستقبال تقريبا يعني في عندنا حوالي بس بتسع سجون من اصل السجون اللبنانيه اللي هي 21 سجن في قاعات استقبال ولكن الباقي ما في قاعات ما في ما بيجوا الاصحاب بلا بيجوا بس بيقعدوا يمكن بمركز مدير السجن او بيقعدوا بغرفه مكاتب وبالتالي هيدي ما بتامن السريه المطلوبه لانه اذا محامي بده يختلب مع الوكيل تبعه لازم يختلب بمكان سري يعني او اذا كان الاهل او مرته للسجين بتقعد معه وبالتالي ما فيها تقعد بمكان يعني قاعد يعني بمكتب مدير السجن هو قاعد معهم فبالتالي لازم يكون في نوع من سريه معينه يعني للتواصل بين السجين بين السجين واقاربه بالاضافه للمحامي تبعه من هون اهميه تطوير ردهات الاستقبال بالسجون اكيد يعني كل السجون بدا اعاده تاهيل ان شاء الله من وراء هالكتاب يصير في تفعيل بهالناحيه في الانشطه التربويه والترميميه بتحكي عنها من كمان انه التلفزيون والمجلات انه قد مهم كمان بنشوف كمان بهالدن كيف كل اوضه كل لشخص فيها تلفزيون يعني هو بيقرر شو بده يحضر كل سجن لازم يكون يتوفر وسائل المعلومات لكل السجون أوكي. يعني لكل السجناء ايه. يعني من التواصل مع العالم البرا يعني من التلفزيون من يمكن من الجرايد من الكتب ويمكن بعد فتره ممكن الانترنت يمكن بهذا الاطار يعني نحن للاسف كل السجون اللبنانيه
ما عدا يمكن سجن رومي شوي فيه مكتبة صغيرة ولكن غير منظمة وغير ما في تشجيع يعني ما في حس نعم. للسجناء لارتياد المكتبة نعم. وقراءة نعم. الكتب بينما باقي السجون اللبنانية ما فيها مكتبة نعم. بالإضافة لهذا الموضوع موضوع الدورات التعليمية دورات المحو الأمية دورات تعليم على صناعات معينة نعم العمل يعني بقلب العمل يعني مش يقعد كل النهار ما يعمل شيء بس هذا شو بحب بحب الأشياء اليدوية يشتغل هذا بحب النجارة السنجارة فبالتالي هالمواضيع كثير مهمة أساسية إذا عم تتوفر بلبنان عم تتوفر بس بالسجن الرومي وبالمقدار القليل بينما باقي السجون الأخرى مش عم تتوفر فيها هذه المواضيع وأحيانا كثير عم بيكون الاتكال على مؤسسات المجتمع المدني اللي هي مشكورة عم بتقوم بدورها ولكن بنفس الوقت في مسؤولية كثير كبيرة على إدارة السجون لتأمين هال يعني هال المستلزمات أساسية لتطوير قدرات السجين انطلاقا من باب أساسي كلنا ذكرناه كيف إعادة اندماج السجين بالمجتمع بعد خروجه من السجن يعني أنا بلاقي كتير مهم اليوم أنه السجين يشتغل يعمل شيء بيحبه يشغل فكره على شيء إيجابي إذا فنان أو بحب شيء بالفن كتير هذا الشيء اليوم نعرف قد في ثيرابي للسجناء من وراء الفن بالموضوع الفني ما القانون اللبناني مش ذاكر شيء بهذا الموضوع نعم. يعني ولا ولا ضده ولا معه بس ولا أكيد اليوم إذا بتجيب ثيرابيت بيقولوا لك قد مهم بس في صار من شيء حوالي سنتين مسرحية نظمتها الممثلة زينة دكاش تحية لها كتير عم تشتغل بهذا وكان الممثلين هن السجناء مزبوط وبالتالي كان في وقع كتير حلو لهذا النشاط المميز يا ريت بيتكرر 100% وبكل نواحي الفن وهون كمان بدي ألفت النظر لشغلة مثلا التلفزيون القانون اللبناني بال 49 مش ذكر موضوع التلفزيون ولكن بنشوف تلفزيونات ببعض السجون بلبنان نعم. ولكن القانون مش منظم هذا الموضوع نعم. بوقت القانون بيمنع الجرايد نعم. هو اللي هو ما فيها شيء يعني إذا بالعكس هذا سائل يعني أنا عم بلفت النظر لهذا الموضوع نعم لأهمية نعم تطوير قوانين نعم السجون بلبنان نعم. طب اليوم بتلاقي أنه كل هالقوانين اللي عم تحكي عنها ممكن تصير وممكن يصير في إعادة تأهيل أو بعدنا بعيد عن الموضوع لا إن شاء الله أنا إذا يعني المسؤولين القيمين على هذا الموضوع من الزيارات السابقة أو من أسئلة سابقة لهم هن كتير يعني بحبوا أو عندهم النية لتطوير القوانين بهذا الإطار نعم. ولكن طبيعة الحال يعني نعم. المكنة التشريع بطيئة شوي إن شاء الله خير يعني إن شاء الله إعادة التأهيل تبلش أصلاً بالإنسان أولاً وهن شقفة من الإنسان بس يعني بدي ألفت بعض الشغلة سريعة لأنه خلص وقتنا بس الكتاب بيقدروا يلاقوا كل الأجوبة فيه خليني بس ألفت إذا في مجال بنص دقيقة فضل. أهمية تواجد الأطباء النفسيين والأطباء العاديين بكل السجون اللي هو مفقود بهذا الإطار وهن أهم ما شغلتين ويمكن أنا ختمت الكتاب بشغلة أنه يمكن خصخصة السجون ببعض دول العالم أمو بخصخصة السجون نعم. يمكن خصخصة نعم. السجون كتير مهمة بهذا الإطار نعم. وبعتقد يعني كو أمن الداخل أكو حالة رسالة كتير مهمة أنه يكون في أطباء وأطباء نفسيين بكل سجن أخيراً بحب أدعي للأشخاص اللي بحبوا التوقيع خميس الجاي بمعرض أنتليس للكتاب خميس الجاي 14 نعم شهر نعم الساعة 5 للساعة 8 بمعرض نعم الكتاب أنا بنصحكم تكونوا كلكم موجودين بمعرض أنتليس Prisons in Lebanon للمحامي ربيع قيس أنا بتشكر حضورك شكراً يعطيك ألف عافية ويكثر من أمثالك شكراً مرسي إلك مشاهدينا الكرام أنا بودعكم بشوفكم بإديسيون سبيسيال نهار السبت وحلقة عن المرأة وهلأ نبقى مع نادية أنا وياكم نرجع متلاقى الأحد الصبح من هلأ لوقت انتبهوا على حالكم بقية نهار حلو وويكند حلو بدي أتمنى للكل ما تنسوا فيكم ترجعوا تتابعونا على mtv.com.lb فيكم كمان تزوروا صفحتنا على الفيسبوك وتعملوا لنا فولو على تويتر